السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة سوزوكو سيتي. قناة سوزوكو سيتي بتعلم سوزوكو بالطريقة الصحيحة. طبعا ناس كتير بتلعب سوزوكو ولكن مع الأسف الطريقة غلط. لعب سوزوكو بدون استخدام الملاحظات هو غلط، لأنها هيوقفك مكانك، مش هتتقدم، مش هتقدر تحل مستوى خبير في سوزوكو القاتل لوحدك، مش هتقدر تحل مستوى إكستريم بدون أخطاء. لكن باستخدام الملاحظات انت هتحل اي دور، سواء سودوكو القاتله مستوى خبير او سودوكو العاديه مستوى اكستريم، هتحلها بدون اخطاء، هتحلها وتبقى فاهم ايه المشكله في اللغز وازاي تتعامل مع اللغز، سواء باستخدام التقنيات او بدون استخدام التقنيات. دي التقنيات اللي موجوده في سودوكو كلها، كل التقنيات دي هتلاقيها مشروحه على قناه سودوكو سيتي. في تقنيات خاصه بجلال ابو قمر، يعني محدش شرحها صح في العالم كله غير جلال ابو قمر. زي اول حاجة هنا هي الثلاثية المخفية، مش هتلاقي شرح صحيح للثلاثية المخفية اللي على قناة سوزوكو سيتي، مش هتلاقي شرح سليم لقواعد المربع اللي على قناة سوزوكو سيتي بالطريقة الصحيحة. ده ترمسك نفسك، لانك انت هتحل بالطريقة دي وهتعرف ان هي دي الطريقة الصح. انت لما هتتعامل مع الملاحظات هتشوف سوزوكو بشكل مختلف، هتشوف حاجة انت ما كنتش تعرفها، هتشوف المالتي كولر محدش شرحها في العالم كله غير جلال ابو قمر. ايه السبب ان جلال ابو قمر عرف التقنيات دي وغيره ما عرفهاش؟ عشان جلال ابو قمر مثلا اذكى من غيره ولا عشان ايه؟ لا، هو مش عشان كده، هو عشان ان انا ما اقتنعتش بالناس اللي بتشرح سودوكو واتمتع لنفسي في فهم طريقه ممنهجه من خلال الملاحظات لفهم اليه عمل السودوكو، وقدرت افهم كل التقنيات الخاصه بسودوكو وافسرها، ومش كده وبس، كمان ان ازاي استغنى عن التقنيات دي والعب الدور بدونها مهما كان، واقدر اكسب الدور بدون اخطاء. اتعلم اللي انا اتعلمته في قناة سودوكو سيتي، اتعلم ازاي تلعب سودوكو بالطريقة الصح، مش بالطريقة الغلط اللي انت اتعلمتها وفاكر ان هي الطريقة الصح. هي مش الطريقة الصح، ولو كانت هي الطريقة الصح كان زمانك بتعرف تحل سودوكو القاتل مستوى خبير بنفسك، وكان زمانك بتحل اكستريم بدون اخطاء. لكن ده مش هيحصل. مش هيحصل ليه؟ مش عشان انت ما انتش عارف تتعلمها، لا، عشان انت بتستخدم طريقه غلط. دي الطريقه الصحيحه لحل سودوكو. لو حابب ان انت تتعلم الطريقه، اشترك في قناه سودوكو سيتي وتعلم ازاي تستخدم التقنيات، وازاي ان انت تستغنى عن استخدام التقنيات وتحل برضو الدور من خلال الملاحظات بطريقه سليمه. مع تحياتي لكم جلال ابو قمر. شكرا.